السلام عليكم خالتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون نشكركم بزاف على اللايف اللي درناه مقبله على انا والهاشمي. اللي ما شافوش يروح يشوفوا، راهو مسجل على كل حال في القناه، تدخل وين جهه اللايف يلقى لي لايف تما. جبت لكم يزيد وهيب يتكلم على الموضوع تاع واسمه اتحاد العاصمه ونهضه بركان، ويقول ممكن يتعاود الماتش، ممكن احتماليه، قال لكم على باليش بصح ممكن، يعني مازال الامل زعما تاع يتعاود الماتش. النقطه هذه دوك نتكلموا فيها، بون انا ما رانيش مصدق نهائيا. النقطه الثانيه راح يتكلم لكم على قوانين تاع الفيفا واللجنه الاولمبيه، هذه هي النقطه اللي جيت باش ندير عليها الفيديو، لان اللجنه الاولمبيه يقول لك باللي واسمهم الكاف واسمه نهضه بركان كما قلوا خالفوا القوانين تاع اللجنه الاولمبيه، وصاحب اللجنه الاولمبيه راهو كان معاهم ودى الاحتفالات، راك فاهم يزيد وهيب. دوك نوصل لكم للنقطة هذه، وصاحب صاحب التحفظ على كل حال الدراجي، ولكن هذا صاحب اللجنة الأولمبية هذايا راهو عنده، هو يا أخي رئيس واسمه رئيس اللجنة الأولمبية الإفريقية، راهو نظم هو بداته راني كتبتهم لهنا باش ما ننساهمش، هو بداته راهو نظم كما نقولوا مع الأوسكار هذه الأوسكار أونيون دي كونفيديراسيون أفريكا بريسيدي باغ ليجيبت، هذوما كيما نقولوا تاع الاتحادات. علاش راني نقول لكم تاع الاتحادات كيما نقولوا الافريقيه هذه واسمها اوسكا هذه، راهو كيما نقولوا طلب من عندهم واسمه باش يدير معاهم بروغرام يديروا ريميو، وين الدهبيره فده للمغرب وما جابوش للجزائر في كازابلانكا. يعني هو راح ينظم طلب كيما نقولوا من هذه الاوسكا هذه باش يديروا ريميو، هو طلب من عندهم باش يديروا ريميو، وين دار رينيو هذايا؟ هو رئيس اللجنه الاولمبيه دا كيما نقولوا موتسيبي راح يديروا رينيو، يروحوا كيما نقولوا للمغرب، يعني هنا موتسيبي راه يروح للمغرب، راكو شايفين خلاو مصر يروح للمغرب، بيرا في نفس الشيء، هو اللجنه الاولمبيه الافريقيه دا للمغرب، ما يجيبش البلاد، راكو فاهمين؟ داها للمغرب، هذه باش نرد على زيد وهيب اللي تكرم في العاده. اسكت علينا، اللي مازال باش تهضر، مقلق باش يهضر. شوفوا خاوتي، بيراف هذا تكرم اليوم، راكو تشوفوا يخدم لي صالح المغرب، تكرم اليوم في الجزائر من عند والد صادي، وتكرم هذا ثاني كي يزيد وهيب، واش من صفه اللي تكرم فيها ما على بالناش بها، صحفي جابوه كرموه، وهذا اللي ضرب معاهم باش يكسروا بالماضي وباش يكسر رياض محرز اللي ما فوطاش عليه. وهو اسمعوا يزيد وهيب ونوصلوا النقطه اللي حبيت نقول لكم عليها. القضيه راهي في العداله الرياضيه، ما راهيش اللوجن تاع الرابطه ولا الاتحاديه، عداله ما عندهاش نفس الانشغالات اللي عندهم النوادي والمنافسين تاعهم، يقول رايحين يلعبوا لا فينال، مثال كيف راهو خليهم يلعبوا لا فينال، هما ما يدخلوش في هذا الامر، هما رايحين ينطقوا يقولوا هل كاين خطا ولا ما كانش خطا، اذا ما كانش هذا ماشي خطا، هذا تعدي القوانين، اللي تعدى القانون ما خطاش، اللي تعدى القانون يعني راه ارتكب جريمه، راك فاهم ولا لا؟ لا خطا، حد ما قال حد، كل واحد يروح لدارو، إذا كانوا نطقوا بلي كاين خطا تما هما يمدوا الإجراءات اللي تطبق، يعني ما نقدرش نقول لك شرح يديروا يعاودوا الماتش ما يعاودوش، هو ما نقدرش نقول لك يعاودوا الماتش ما يعاودوش، يعني ممكن يعاودوا ممكن ما يعاودوش، العلم عند الله، راك فاهم؟ مع نتايا ورفيق واحد كنتوا تقولوا لنا الماتش يتعاود، راك فاهم كيفاه؟ وزيد ملف تعقيل، راكم فاهمين ولا لا؟ لا ملف تعقيل، فاش تفكركم ملف تعقيل؟ ملف تعقيل في تاع الكاميرون، وكنتوا تهجموا على الجزائر، ودوكا وليتوا ملف تعقيل يتعاود الماتش، ومن بعد كيما حبسوش الفينال وليتوا تدوروا، الفينال كان قادر يحبس بكلمه من عند بيرافا وبقرار من عند بيرافا، راني جايك نخليك تهضرها بلسانك ومن بعد باش نجاوبك. الشيء الاساسي انه المحكمه الرياضيه تنطق باللي الكاف درت غلطة كبيرة خطيرة، لأن ما احترمتش القوانين الأساسية تاعها والقانون الأساسي تاع الفيفا واللوائح تاع اللجنة الأولمبية. اللوائح تاع اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية العالمية واللجنة الأولمبية الإفريقية، اللجنة الأولمبية العالمية اللي راهو عضو فيها بيرف، واللجنة الأولمبية الإفريقية هو الرئيس تاعها، يعني نهضة بركان والكاف ما احترمتش القوانين واللوائح تاع اللجنة الأولمبية، نخليني اللجنة الأولمبية هي اللي تعاقب، لأن عندها لوائح ممنوع السياسة في الرياضة، رحتوا للطاس، علاش رحتوا للطاس؟ خليكم تسمعوه ونوري لكم علاش راحوا للطاس، اسمع القوانين الأساسية تاعها اسمعها باللي الكاف
درت غلطة كبيرة خطيرة، لأن ما احترمتش القوانين الأساسية تاعها، القانون الأساسي تاع الفيفا واللوائح تاع اللجنة الأولمبية. اللوائح تاع اللجنة الأولمبية، واش تقول لوائح اللجنة الأولمبية والفيفا؟ ما كانش الاختلاط بين الرياضة والرياضة والسياسة. والسؤال اللي لازم يطرحوه هما كي يحطوا القميص تاع فريق مركان، يقولوا هل هذه الصورة فيها إشارة للسياسة ولا ما كاش؟ هذا ما كاش، هذا هو السؤال الأول والأخير اللي لازم يطرحوه. إلا قالوا كاين، لازم يعاقبوا الإنسان اللي مد الرخصة باش يديروه، والإجراءات اللي تتبع القرار هذايا. أنا ما عنديش ركز لي عليها مليح، يعاقبوا الانسان اللي دار القرار هذا، يعني هنا يسلكوا فيها لقجع، لاننا قلت لكم راهي تدور واحد اللعبه، راني جايكم نخليكم تهضروها، نخليه يهضر ونكمل. ما ينصوا عليه مش لازم يديروا، هذا ما كان سؤال واحد واخير، يجاوبوا نعم ولا لا. ما نقدرش انا، شوف واحد ما عنده حق ينطق قبل قرار تاع اسمه تاع المحكمه. المحكمة إلى قررت إن شاء الله تقول بلي كانت غلطة من الكاف، هي نفس الإجراءات لازم تبعها للكاف، لأنه وأنا ما نتبعش بلي راح نروحوا نتيجة نهائية. لو الطاس يقول بلي كاين خطأ، ما عندهمش حق يلعبوا بالخامس هذا، يروحوا يلجؤوا للغلطة الإدارية. الغلطة الإدارية تسمح لهم يعاقبوا ناس، أفراد، أشخاص تاع اللجنة هذيك، يقولوا ممكن مقابلات تعاود، ممكن تعويضات، ممكن ممكن مقابلات تعاود، ممكن تعويضات تسمح. كنا على بليش، لكن إلا راحوا ليرور أدمينستراتيف، معناتها راحين يبريوا المسؤولين تاع الكاف، راحين يردوا المسؤولية على الأعضاء تاع اللجنة هذيك. أنا نقول جو بريدي بلي راحين إلا قالوا كانت غلطة، يروحوا ليرور أدمينستراتيف. ليرور أدمينستراتيف عندها تبعات بزاف، وغير هما التريبيونال تاع الطاس اللي يقدروا يقولوا واش يديروا. هذا ما كان، ولكن القضية مازال ما خلصتش، راح تبدا لو 3 جوا يحطوا ملفات، يغلقوا البيبان ويدرسوا. يا خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الناس اللي قراوا لي ريغلومون تاعهم ما عندهم شك بلي تكون نتيجة إيجابية، لأن اللي قلت لك سؤال واحد، هل كاين غلطة ولا ما كاش؟ إذا كان غلطة الإجراءات تتبع. هذا ما كان، إن شاء الله ينطقوا بهذا القرار هذا. أروح نجيك لزوج نقاط. النقطة الأولانية اللي راح نتكلموا عليها تبرئة المغرب، وبعد ندخلوا في لائحة اللجنة الأولمبية. شوف أولا أنت هذه راني نسمع بزاف راهم يلوموا غير في إفريقيا، والكاف هي السبب اللي سليت لهم تحمل المسؤولية. بصح أنا شفت بلدان تعاقبت وأندية تعاقبت لأن دخلت بخارطة وأمور سياسية، ما تعاقبش كل اللي مضالهم تريكو، تعاقب النادي. يعني انتم حبيتوا تبرئوا المغرب، حبيتوا تبرئوا المغرب وترموها غير على افريقيا، تعاقب واحد ولا زوج ويا سطا، وراح اتحاد العاصمه والماتش ما تعاود. لا لا لا، والمغرب تخرج سلامه. هنا دفاع المغرب، لان القضيه فيها زوج قضايا، قضايا على الكاف اللي سنيا، وقضيه النادي اللي يعرف قوانين باش تفتح نادي ويكون عندك نادي تكون دارس القوانين الممنوعه في الرياضه، ماشي تجي تفرضها تقدر تشيبي تعقب تريكو تاعك. وهذا والصرا يعني كيفاش دوك انت باريزوب سراق، انا نجي نشري دار وعلى بالي باللي مسروقه، نحاسب باللي سنيا وما نحاسبش اللي شرى الدار او اللي باع الدار. اللي باع الدار مسروقه راح نزور لها الورق وراح سنياها وكتبها، نعاقب اللي سنيا النوتير اللي سنيا وما نعاقبش اللي باع الدار. راه ما تهبلونيش خو، راكو تجهلوا فينا، راه عند بالكم احنا حمير ولا كيتاه. هذه النقطة الأولانية. وراني نشوف الجزائر راهم يبرعوا في المغرب، راهم يتهموا غير في إفريقيا، لأن إفريقيا راهي تسيرها المغرب. إذا تعاقب إفريقيا تعاقب شخص ولا زوج، ما درنا والو، لازم تعاقب لقجع. ركز لي عليها من هنا. عاود نولي لك النقطة الثانية تاع اللجنة الأولمبية. يعني اللجنة الأولمبية عندها لوائح، فهمنا باللي اللجنة الأولمبية هي كما قلوا اللي تتحكم في الكاف، تتحكم في كل إفريقيا، في كل الرياضات، كرة القدم، جومبا، السباحة، الرمية، طاطا، كلش الرياضات هذه هي الكبيرة كاع في إفريقيا، مترأسها رئيس شكون هو؟ بيراف. هذا بيراف اللي كرمته هذا كما قلت لكم في البداية، وعنده رينيو راح يديه للمغرب ما يجيبوش لبلاده، الناس تجيب لبلادها. شوفوا اللقجة غير شوية إدارة وتجيب كلش لبلاده، تنظيمات، حفلات، لقاءات، احنا ما يجيبوناش لبلادنا، يدوا للمغرب، يعاونوا في المغرب. راك شايف وتكرم اليوم، تكرمتوا أنت وياه اليوم،
هدايا عندهم لوائح. هذه اللجنه الكبيره كاع في كل الرياضات عندها لوائح باللي مكاس السياسه في الرياضه في كل الرياضات. والنهضه تبركان تعدات على اللوائح تاعها. انتوما رحتوا للطاس لان الطاس يطول ويتلعب بالماتش ويتلعب بالفينال باش تحموا لقجع. راك فاهم واش حبيت نقول لك؟ لان كان قبل ما يتلعب بالفينال امر واحد من عند بيراف قانونيا هاملك القوانين يعاقب، لان اللجنه الاولمبيه عاقبت عده لاعبين جزائريين وعاقبت عده اتحاديات جزائريين وعاقبت، كانت قادره تعاقب، تعاقب الكاف وتعاقب نهضه بركان قانونيا، ماشي لانه جزائري. راك فاهم؟ ماشي لان اللي كانت مغربيه اللي تسميت تريك وتا كانت مغربيه وسميت لبلادها. انا ما راناش نقولوا مدنا للجزائر ببرغ شنو بالقانون، قانون هذايا وزيد من فوق بلادك، حتى ومشي بلادك لازم تمشي بالقانون. بلا ما تروح للطاس كنتو تفروها، هو بيراف يفريها، بيراف ولا حتى كان من جنسيه واحده اخرى. اللجنه الاولمبيه اسمحوا لي خاوتي يا زيد وهيب يقول لكم باللي نهضه بركان والكاف تعدات لوائح اللجنه الاولمبيه، هو كان مع رئيس اللجنه الاولمبيه اليوم في الاحتفال ويتقاسموا في الهدايا ورايحين للطاس. راك فاهم؟ كان اللي يقول لك انه لو كان اللجنه الاولمبيه دير ومن بعد يروحوا، ايه دير اللجنه، لو كان قررت اللجنه الاولمبيه كان يحبس الفينال وبعد نهضه بركان تروح للطاس. اللجنه الاولمبيه تقول لهم ممنوع الرياضه في اسبوع هاي ديك اللوائح تاعنا وتعدوا عليها، الطاس ما عنده ما يقضي القضيه ما لو سمع نهضه بركان. راك فاهم؟ كانت تفرى تمتم، كان الفينال ما يتلعبش، كانت تروح اتحاد العاصمه فينال بقرار حق، ماشي قرار زعما حق، بقرار انه اللجنه الاولمبيه تعداو على اللوائح تاعها باعتراف يا زيد وهيب اللي كان اليوم مع بيراف داخل القاعه. فهمني اخي المواطن، فهمني، فهموني يا دوله، فهموني، فهموني. هاوليك هذا رئيس لجنه اولمبيه تعداو اللوائح تاعو معاهم اليوم باعتراف يا زيد وهيب، بعد يجي يقول لك رحنا للطاس تلعب فينال ونقعدوا نستناو. من بعد حبيتوا تزيدوا تخرجوا المغرب، يعني راكم شاكين بالكاف ما راكمش شاكين بالمغرب. شكون اللي لبس تريكوات؟ شكون اللي صدم؟ شكون اللي دار الخريطه؟ افريقيا عطاتها هديه للمغرب، المغرب حبت تفرض السياسه تاعها بالخريطه، تتحمل المسؤوليه الكابس على اللي تحمل المسؤوليه الاكبر المغرب. راكو تدافعوا على المغرب، راكو تدافعوا على المغرب. الجميع اللي حصلها غير في الكاف يقول لك نهضه بركان ما عندها حتى والو، راهو يدافع على المغرب. انا عندي خريطه ذاتها المغرب، دخلت سياسيا، دخلت بالسياسه، حبت تفرض سياسه على بالها باللي ممنوع، ممنوع كيما نقولوا السياسه في الرياضه هي اللي جابت التريكو. سلياو عليه، يتحاسب اللي سلياو بصح يتحاسب اللي دار. راك يتحاسب اللي سرق الدار وباعها، ما يتحاسبش الموتر اللي سنيا. سلام.